مع الوالد خدادات بن محمد البلوشي من ولاية صحار. أبوي بحالك؟ خير الحمد لله. من هنا يا أنت؟ أني يعني صحار سلطان عمان ولاية صحار. من الزعفران؟ من الزعفران منطقة زعفران. عرفتك؟ يا حيم الله. هذه اللي وراء السفينة. إيه. من صانعها؟ أنا صانعها. ما شاء الله عليك. وهذه إيش تصنع؟ هاي اسمها سنبوق. سنبوقنا حلوة. نعم. اللوحة مصنوعة. يا الربع عشر صفوف. فين مصنوعة؟ في صحار. في صحار مصنوعة. نعم. كم سنة أبوي تصنع سفن؟ والله من سنة ال من حفظ العقل. من حفظت العقل؟ نعم. وأنت تصنع؟ نعم أصنع ونأخذه. ونأخذه؟ ونأخذه نعم أسافر. وين رحت؟ رحت الهند، رحت اليمن، رحت زنجبار، ما شاء الله. رحت البصرة، أي مكان تبغى. سافرت؟ سافرت. لومي من صحار إلى البصرة. تشلون لومي؟ لومي بس. من صحار؟ من صحار. تودوه؟ البصرة. وإيش تجيبوا من البصرة؟ من البصرة نجيب التمر. تمر؟ إيوه ونجيب البصرة هاي بصر مال عرق أقول اسمه عرق. نودي الهند. سلام. ومن الهند نحمل الخشب حق مسقط. حق دبي حق سور. ما شاء الله عليك. ايوه يعني ابوي انت سنين سنين عام ما شاء الله عليك سنين سافرنا والحين عندك محل في صحار. نعم